بكم في هذه النشرة الجوية متابعي طقس العرب في السعودية، التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يصل الطقس غالبا صافي مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، تبوك طقس صافي 38 إلى 24، سكاكا طقس حار 40 إلى 28، أما عرعر طقس صافي 38 إلى 26. المنطقة الغربية مدينة جدة غائم جزئي 36 إلى 27، مدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 43 إلى 31، مكة المكرمة أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 40 إلى 32، والطائف زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدية من الأمطار في عموم المرتفعات الجبلية، أبها زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 19، الباحة 27 إلى 23، وجازان 33 إلى 30. المنطقة الشرقية الدمام أتربة مثارة بسبب النشاط في سرعة رياح البوارح 44 إلى 32 درجة مئوية متوقعة، حفر الباطن 42 إلى 31، والإحساء أتربة مثارة بفعل رياح البوارح مع 47 إلى 33. المنطقة الوسطى حال تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات رعدية من الأمطار 40 إلى 26، بريدة 42 إلى 28، أما العاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 30. إلى اللقاء.